آخر وقفتنا الحوارية في هذا الصباح إطلالة على صاحبة الجلالة وما طلعتنا به في منشطات وأخبار اليوم. بيشرفنا في هذه القراءة الصحفية الأستاذ عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير. نرحب بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. صباح الخير استاذ عبد الجواد وكل سنه وحضرتك طيب رغم انها جايه متاخره شويه. حضرتك طيبه العيد بقى وكل سنه والساده المشاهدين بخير وربنا يرحم شهدائنا اللي راحوا امبارح يعني وشهداء غزه. يمكن اول خبر معانا عن هذا الموضوع من جريده الشروق استشهاد 21 جنديا في هجوم ارهابي بتوقيع القاعده على كمين حدودي بالفرافره. يعني واضح ان احنا كل رمضان لازم يكون لنا حادث ماساوي يأثر علينا ويأثر على أبنائنا على الحدود. يعني في الحقيقة هو زي ما حضرتك تفضلت كده هي القصة بتبقى دايما مرتبطة بالمناسبات. يعني لما بيبقى عندنا مناسبة وإحنا داخلين على 23 يوليو. قبل كده في رمضان اللي فات كانت القصة قريبة من 10 رمضان. دايما الذكريات الانتصارات المصرية بتبقى مستهدف إن تعمل فيها حاجات زي كده. إنما الحادث بتاع امبارح هو نوع جغرافيا يعني المنطقة الجغرافية اللي اتعمل فيها هي منطقة غير مرئية بالنسبة للناس شوية. إنما هي منطقة مرتبكة، منطقة يمكن كانت يعني احنا بنتكلم على توتر في كل الجهات اللي هي محيطة بها إذا كان الجنوب أو إذا كان الجانب الليبي. إنما الفكرة الأساسية إنه الناس بتتكلم على إنه المشهد متاخد ناحية غزة وبعدين الحدث في المنطقة التانية. لا، في استهداف للقوات المسلحة في كل الأماكن. يعني الإرهابيين عايزين يعملوا نوع من لفت النظر عن اللي بيحصل في مصر، عن فكرة التقدم اللي بيحصل في مصر، عن فكرة الاستقرار. يعني كل ما احنا بنستقر هو بيحاول يعمل يعني عملية كبيرة بيحاول ان هو يستهدفها. انما دايما بيستهدف اللي هو الفئة الأضعف، اللي هو الجنود، اللي هو الصغيرين قليل التسليح، اللي ما فيش وراهم قوة قتالية. يعني الناس برضو مش مستوعبة، عشان الناس بتتكلم بس على فكرة الإجهاض وغيره وغيره. المناطق الحدودية خاصة في المنطقة دي القوة الحدودية ما بتبقاش معهاش قوات رايحة تحارب، دي قوات حرس حدود. حرس الحدود ده هو مش مجهز كمان ان هو يقاتل، وان هو لان احنا مش ما عندناش حدود مش آمنة، يعني لا الغرب ولا الجنوب. يعني احنا بنتكلم برضو على منطقة سهلة، منطقة صعبة حتى في مسألة التأمين. ودايما يعني حتى بالبلدي المثل الصعيدي بيقول اللي قصدك غلبك. يعني المجرم دائما بيترصد بيقوم بعمله. يعني اللي بيقوم بعمله ده هو مركز في العمل بتاعه، مركز بشكل صحيح. فكرة ان تحصل هنا هنا او هناك المسألة ما هياش تقصير من القوات المسلحة قد ما هي انه في تركيز من قوى ارهابية لها خيوط عالمية وفي تمويل كتير جدا. يمكن العملية بتاعت تمويل كثيف جدا لمن يقومون بمثل هذه العمليات. قد ايه الاسلحه المستخدمه هي متطوره وفاعله. ويمكن الجانب الغربي ما حدش مهتم بيه، بس ده الاكثف سلاحا. الاسلحه الليبيه اللي هي ما حدش عارف راحت فين لغايه دلوقتي، ودي خطر حقيقي حتى فيما يتعلق بالرؤوس النوويه. ما حدش بيتكلم في ده، بس وارد جدا ان احنا في اي وقت يتقال ان هناك راس نووي ليبي موجود في حته ويهددوا بيها زي ما بنشوف في الافلام الاجنبيه. فالوضع انا في تقديري إن هو أخطر كثيرا من فكرة أنه حادث وراح ضحيته 21 واحد. الناس لازم تبقى على قدر المسؤولية، وأنا في الحقيقة حزين جدا أن الناس ما كانتش على قدر المسؤولية. يعني أنا ما ينفعش أستنى أنه رئيس الدولة هو اللي يعمل الحداد علشان أحترم الناس اللي ماتوا. ما ينفعش ما لغيش ماتش زي بتاع الزمالك وسموحة من اتحاد الكورة. ما ينفعش يطلع وزير الرياضة اللي هو في نفس الوقت وزير الشباب ويضحك والناس لسه ما اتشالتش الجسامين بتاعتها. الحس الوطني فعلا فعلا استاذ جواد اللي هي تعليق. حتى كنت بتكلم مع نجلاء قبل الهوا ان امبارح انا فوجئت ان القنوات المصريه الخاصه كمان يعني بتعرض المسلسلات والاعلانات بشيء طبيعي جدا، ولا كان في اي شهداء ولا كان في اي حاجه حصلت خالص. يعني هل الوضع ده طبيعي؟ لا طبعا مش طبيعي. وهي دي الفكره الاساسيه يا استاذ احمد، انه الحب مصر له برفع الاعلام، ولا ان انا اعمل علامه النصر، ولا ان انا اتبرع ب 50 مليون. كل ده انا في تقدير انه لا يساوي شيئا اذا انا ما احترمتش الوطن. اللي ماتوا دول ما ماتوش في حادثه عربيه. يعني لو ماتوا في حادثه عربيه انا ما عنديش مشكله،
طيارة وقعت قضاء وقدر مفيش مشكلة، إنما طالما كانت هناك استهداف إرهابي أنا في حالة حرب. الجنود دي ماتت وهي في حالة حرب، حالة دفاع عن الوطن في حدود محدش شايفها. يعني أنا بتكلم على لولا أنهم قتلوا ما رأهم أحد، مع احترام لكل الناس اللي عمالة تنشر صورهم وقصص الإنسانية عن أسرهم، ده مش هيرجع الولاد، يرجع الولاد أو يخفف من الحالة اللي عند أهاليهم وعند القوات المسلحة قبل القصاص. احترام موتهم، نحن لم نحترم موت هؤلاء الشهداء. مسلسلات زي ما قال الأستاذ أحمد، الرقص والغنى وكل حاجة كله مكتفي بالشريط السوداء طبعا عشان الإعلانات عشان الإعلانات، وده قيل امبارح والدوري أكمل الكاس آسف أكمل امبارح، وطلع وزير الشباب والرياضة علشان الإعلانات. المباراة لم تلغى عشان الإعلانات، اتحاد الكورة ما ألغاش المباراة أو أجلها علشان الإعلانات. اللعيبة طالعة إزاي أنا شاب أطلع أنتمي لهذا الوطن وأنا شايف اللعيبة بتضحك والناس لسه ميتة؟ ودور وزير الشباب، وزير الشباب مش وزير الرياضة، الشباب قبل الرياضة اللي ماتوا امبارح كلهم شباب، كلهم تحت 25 سنة. هذا الكلام لازم لابد أن يراجع في وزير الشباب، ولابد أن تراجع الحكومة نفسها. الحزن مش بأمر رئاسي بالفعل. كله بعد الأمر الرئاسي عمل إن هو زعلان، الزعل مش كده. وإحنا لابد إن إحنا نحترم أن هناك قوات مسلحة عندها مشكلة كبيرة جدا في حراسة كل هذه الحدود المترامية الأطراف، وإن هما بيقوموا بدور كبير جدا. حتى الإعلام، بعض وسائل الإعلام خرجت امبارح بتتكلم عن فكرة التقصير، ده كلام متجاوز وآسف إن أنا أقول إنه قليل الأدب. القوات المسلحة ليها 3 سنين بتحارب على كل الجبهات، لو في عيش حتى التريقة اللي الناس بتتكلم عليها على فكرة الكحك، طول عمر القوات المسلحة بتشتغل في الجانب المدني. المدينة زي السويس معظم الحاجات اللي بتحصل فيها من نوادي من يعني حتى في فكرة السلع الغذائية منتجات القوات المسلحة، حتى هنا عند محطة مترو سعد زغلول الناس كلها بتقف جنب عربيات القوات المسلحة، لأنه ما بيغشش، بيبيع بنفس التسعيرة، هو يحاول ضبط الأسواق، الدور اللي المفروض تعمله وزارة التموين، بيحاول يضبط الزراعات. فهي الفكرة إنه اللي حصل امبارح كمان لن ينال من مصر، مصر ماشية في نفس الطريق، القوات المسلحة لن يهزها حادث مثل هذا. حتى الولاد المجندين لما تقعدوا تتكلم معهم، حتى أسر الشهداء هم عارفين كويس قوي ان ده رايح لمصر. المهم ان رجال الأعمال واصحاب الفضائيات والحكومة تحس انه ده فعلا لمصر، وتتعامل مع الحدث بقدر أكبر من المسؤولية. نعم. طيب نروح لحدث آخر طبعا، في أحداث غزة وجريدة الأهرام بتقول فابيوس بعد لقائه بالرئيس لا توجد على الساحة سوى المبادرة المصرية، وكان في تصريح طبعا لفابيوس بعد لقائه بنتنياهو أن هناك استحالة في الوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار، وفي تشاؤم فرنسي من وقف إطلاق النار في الأمد القريب. برأيك ليه الفصائل الفلسطينية بترفض المبادرة المصرية الوحيدة المطروحة على الساحة دلوقتي، واللي كانت ممكن تمثل يعني أمل في وقف نزيف الشهداء؟ يعني خلينا نقول أنه مصر طول الفترة اللي فاتت حاولت أن تؤمن مصر، وده حقنا. يعني فكرة أن أنا أحارب للوطن العربي، الوطن العربي على دماغي من فوق، إنما أنا برضو عندي مهمة لهذا الوطن. والحديث حتى عن فكرة أنه من زمان جدا، يعني من وإحنا صغيرين بنسمع أنه الجيش المصري يقاتل، الجيش المصري يقاتل في كل حتة، ماشي، ده دور عربي ودور وطني إحنا بنعمله، بس كمان أنا محتاج أمن حدودي، ومحتاج أن الآخر، طرف الآخر ينسق معايا ويسمع الكلام. أنا ما ينفعش أن مصر تدفع ضريبة كل صاروخ أو بومبة بتتضرب في إسرائيل بدون وعي. يعني كلنا مع أنه إسرائيل دولة محتلة، كلنا مع تحرير الأقصى، ويمكن الدور المصري محدش يقدر إلا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي يزايد فيه. إنما هناك مبادرة مصرية لا يليق أن ترفضها حماس بهذا الشكل. حماس عايزة تحل بمفردها بشروطها، وهذا لن يحدث لا على المستوى المصري ولا على مستوى العالم. وفكرة أن تملى شروط على مصر وأنه يتدول المعبر مش هيحصل، أنه المعبر يفضل مفتوح 24 ساعة زي ما طلبت قطر مش هيحصل، كل ما يريدون أن يلو به ذراع مصر مش هيحصل. لأن إحنا لما نتكلم على المعابر، أنا عندي نوعين من المعابر، معابر على الحدود المصرية ومعابر على الحدود الإسرائيلية. لا أحد يتحدث عن على المعابر بتاعت إسرائيل، مع أن دي اللي موجودة في الاتفاقيات الدولية، دي اللي المفروض يدخل منها الطعام والأغذية والوقود وكل حاجة، وحتى الرواتب اللي بتوصل عبر إسرائيل. يعني فكرة التعاون أو التنسيق مع إسرائيل فكرة موجودة. فلسطين والقضية الفلسطينية لن تحل، مع احترامي لكل الكلام اللي بيتقال، إلا
التوافق الفلسطيني إلا بأن تكون هناك حكومة واحدة في فلسطين ورئيس واحد لفلسطين هو أبو مازن. فكرة أنه يكون هناك التفاف وأنه تبقى في مبادرة تاني تركية قطرية من أي جهة تانية مش هيحصل، لأنه المبادرة المصرية مش هدفها مصر، هدفها أنه القضية تحل، القضية يعني أخذها في التصعيد. إحنا بنتكلم بس عفوا، إحنا بنتكلم دلوقتي على أنه إسرائيل امبارح أعلنت أنها تستعد لإعادة احتلال غزة مرة أخرى إذا اقتضت الحاجة. يعني كنا نتحدث مع أخ عزيز ومحلل سياسي فلسطيني الدكتور رياض صيدم قبل ما نتشرف بحضرتك دلوقتي، وكان يعني بنتحدث عن التحالف اللي موجود، التحالف القطري والتركي والحمساوي، ورغم رفضهم للمبادرة المصرية لكن كان هناك توافق عربي ودولي على هذه المبادرة لأن هي كانت الأمل الوحيد. فالدكتور رياض قال إن هي يعني ما زالت هناك لم ترفض تماما، ولكن يعني هناك بادرة أمل إن هي ممكن يكون في توافق عليها خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله. هو للأسف إنه الوضع الحالي لا يخدم إلا حماس، يعني يعني حماس قبل هذا الوضع كانت في أسوأ حالاتها. الفكرة دلوقتي هي تستخدم شعب غزة، وخليني أفرق، أنا مش حتى يعني فكرة إنه ناس ما يبقاش عندها تعاطف مع شعب غزة ده بعيد عن الإنسانية تماما. شعب غزة ده حماس مجموعة صغيرة، هي بتسيطر على القطاع، إنما في النهاية هناك شعب فلسطيني أعزل هو اللي بيموت في الحقيقة. يعني الاستهداف كمان الإسرائيلي وكأنما هناك تنسيق إنه اللي يموتوا لازم المدنيين، إنه اللي بيتضرب المستشفيات والمدارس، إنه الناس ما يبقاش في تفاوض، انه كل ما يبقى في تفاوض او حديث عن هدنة او عن دور مصري في ضبط الايقاع يبقى في صاروخين رايحين هنا وصاروخين جايين هنا، وفي النهاية ما يحدث على الارض هو اجتياح بري اسرائيلي وحديث عن الاحتلال. المبادرة المصرية قائمة، لانه الملف ده من ايام الراحل رحمه الله عمر سليمان اللي كان ذكرى رحيله امبارح، الملف المصري او الدور المصري هو اللي كان ضابط هذا الايقاع. يعني كل الناس تفتكر الدور بتاع اللي هو عمر سليمان واللي هو محسن النعماني وغيرهم من أسود المخابرات اللي كانوا بيديروا العملية. فالمسألة معروفة، والمصر هي صاحبة الحدود الكبيرة مع قطاع غزة. من غير مصر مفيش مبادرة، ومن غير موافقة مصرية مفيش مبادرة، وأي حديث عن مبادرات غير المبادرة المصرية هو حديث عن كلام لن يحدث على أرض الواقع، لأن المبادرة لن تراعي أي اتفاقية أخرى راغت المصالح العربية ولا وراعت مصالح شعب فلسطين. طيب ننتقل لجريدة، ما زلنا يعني في جريدة الأهرام، ولكن ننتقل إلى خبر آخر يمكن مرتبط شوية بدور مصر الإقليمي. القوى السياسية تستنكر تصريحات أردوغان وتصفها بالبذاءات وأنقرة منزعجة من استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي. يعني هو أردوغان ده عايز إيه بالظبط؟ عايز وزير خارجية يبقى وزير خارجية بجد. عايز وزارة خارجية تعرف ترد. الحديث عن انه الرد يبقى شعبي ده كلام مش مظبوط. انا ممكن انتقد اردوغان واسمعه ما لا يحب ان يسمع، انما نحن في النهاية الشعب الرسمي، الاداء الرسمي هو المطلوب دلوقتي. انا مطلوب من عندي انه يبقى فيه متحدث لوزارة الخارجية لا يتحدث باسم مكتب الوزير، يتكلم باسم مصر، يطلع زي ما بنشوف في الخارجية الأمريكية حتى لو كانوا خمس متحدثين بس يطلع بلغة قوية، لا ينتظر تعليمات من أحد، هو عنده السياسة المصرية مرسومة، هو واخد تعليماته من رئاسة الجمهورية وعارف الخطوط الحمراء وما هي الخطوط الخضراء التي يتحرك فيها. الموقف المصري معروف تجاه تركيا مدعوما بموقف شعبي، إنما التقصير تقصير رسمي من وزارة الخارجية. نحن لا نرد، وعندما نرد نرد متأخرين وبرد أضعف من الهجوم اللي بيعمله أردوغان أو غيره في تركيا أو حتى في قطر أو حتى من كيانات أخرى في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. إحنا في الحقيقة سياسة رد الفعل كمان في وزارة الخارجية غير مطلوبة في هذا التوقيت. نحن نتحدث زي ما حضرتك تفضلتي على دور مصري متنامي، مصر تعود لموقعها الكبير أفريقيا وعالميا. ما ينفعش أن تركيا ولا قطر ولا أي حد يجي جنبنا. إذا الناس جت جنبنا لابد أن نرد بغض النظر عن أي كلام تاني، لمصالح اقتصادية ولا غيرها ولا غيرها ولا غيرها. تركيا التي تشتم مصر هي تركيا التي قمعت المظاهرات المنددة بما يحدث في غزة، هي تركيا التي أطلقت بالأمس الخرطوش والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المساندين لأطفال غزة. نعم.
من جريدة المصري اليوم بنتابع خبر بيقول الحكومة تشد الحزام بعد العيد الأقصى للأجور من راتب يوليو وضريبة القيمة المضافة أمام الرئيس وحصر بعثات الخارج. يعني الخبر بيقول لنا أن احنا داخلين على مرحلة تقشف يعني من الآخر. رأي حضرتك إيه في إجراءات الحكومة الأخيرة، منها طبعا رفع سعر البنزين، منها تصريح أشرف العربي وزير التخطيط بأنه لن يتم إضافة العلاوة على الراتب الأساسي؟ يعني واضح أن احنا داخلين فعلا على خطة اقتصادية للحد من الخلل في لا هو يا احمد احنا عايزين نعرف هنشد الحزام ازاي يعني هي دي الفكرة، من أي ناحية هي دي الفكرة. هو السؤال هل الناس بتثق في السيسي ولا لا، وهل السيسي هيذبح الفقراء بالسكينة بتاعت الأجور والتقشف وغيره؟ دول سؤالين مهمين جدا. أنا في تقديري أنه يعني الثقة في السيسي لم تهتز، المواطن يعني عارف أنه رئيسه عايز مصلحته، إنما هي الفكرة هو مستني الحكومة تبدأ الأول. هل يجب أن نثق في السيسي؟ أنا على المستوى الشخصي بقول وحضرب مثل بسيط جدا، أنه من 8 شهور كان هناك مشكلة للكاتب الكبير صبري موسى في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وكانت المعاملة سيئة رغم أنه الراجل رايح بفلوسه ورايح بكل حاجة، إنما الأداء نفسه في قصر العيني الفرنساوي في قمة التردي. ده له أسباب كتيرة جدا، إنما في النهاية عندي مستشفى لا تقدم الخدمة المطلوبة منها. في الحقيقة لما اتصل العقيد أحمد علي، وكان وقتها متحدث باسم القوات المسلحة، وكان المشير السيسي وقتها وزيرا للدفاع، هو اتصل وأصدر قرار على علاج للأستاذ صبري موسى على نفقة القوات المسلحة، وسأل عن وضع المستشفى. من أسبوعين بالتحديد تحرك الأمر، تحرك رئيس الوزراء وراح المستشفى وشاف اللي بيحصل فيها. ده يقول إيه بقى؟ يقول إن هذا الرجل الذي يدير الأمور في البلاد ما بينساش، ودي زي ما راح الفرنساوي راح القصر العيني القديم اللي هو بتاع الغلابة، إذن واتوضعت خطة للإصلاح والتطوير. إذن إحنا بنتكلم على أن هناك أداء حاسم، وإنه في عملية إصلاح بتجري. عملية الإصلاح اللي بتجري دي هيبقى فيها شوية مصاعب. القرارات كانت واجبة وضرورية، إنما هي فكرة أنا أنفذ إزاي والتصريحات الحكومية والأداء الحكومي. إذا بدأت الحكومة بنفسها في مسألة التقشف، وأنا في تقديري أنها وفق كلام الجهاز المركزي للمحاسبات أنها ستجبر على أنها تعمل ده، لأنه حتى الجهات اللي لم تلتزم، اللي أعلنت في الأول أنها مش ملتزمة بالحد الأقصى للأجور، إحنا بنتكلم على الدفاع بعت للجهاز المركزي للمحاسبات قال أنه ملتزم، داخلية بعتت، إذا الاثنين دول بعتوا انتهت القصة، كل الدولة ستلتزم. الحديث عن أنه البنوك وعملوا قصة المظاهرة في وسط البلد كان القرار الرئاسي حاسما، وأنا بقول القرار الرئاسي لأن القصة جت من فوق، أنه مفيش هزار في هذه المنطقة. هو كمان المفروض اللي فيه اهتمام بالفئات اللي هي الأولى، يعني زي العاملين في الغزل والنسيج. جريدة الأخبار بتقول صرف مستحقات العاملين بالغزل والنسيج قبل العيد، يعني ده أهم خبر ممكن أن يقرأ حد. ليه بقى؟ لأنه الناس دول هم اللي عملوا 6 إبريل، محلة هي اللي عملت 6 إبريل بالزبط. قبل ما تبقى حركة شبابية دي، وهم بالمناسبة هم بتوع الاسم، وهم أبطال 6 إبريل الحقيقيين لما عملوا هذه القصة وصاروا في المحلة. الناس دي فعلا عايزة تشتغل، الناس دي طول السنوات اللي فاتت ما سابتش هذه القلعة. يمكن كان في قرار مهم للرئيس عدلي منصور قبل ما يمشي بأنه عودة الصناعات الاستراتيجية، ده يقول ان احنا هنرجع هذه الصناعة الاستراتيجية، هنرجع مدينة المحلة كقلعة صناعية كبرى، هنرجع هذه الصناعة. وزي احنا رجعنا الغزل والنسيج، يعني هنرجع زراعة القطن بشكل أساسي، يعني هنضبط الدورة الزراعية، يعني هنعمل حاجات كتيرة جدا مهمة. إنما عمال الغزل يعني هيكون في استفادة في المستقبل، في دولة بيعاد تأسيسها بشكل الدولة، إن أنا يبقى عندي صناعات استراتيجية أنا بيعتمد عليها اقتصادي مش بيعتمد على المعونات، وإن أن هناك يعني اهتمام بالعمال والصناعات الأساسية، وده يقول إنه الاقتصاد بتاعي هيتحسن بشكل حقيقي إن شاء الله. نتمنى ذلك. بنشكر حضرتك أستاذ عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف. كل سنة وحضرتك واحدة طيبة. وأستاذ أحمد طيب، شكرا لحضرتك يا فندم، ونتمنى لك يوم سعيد النهاردة إن شاء الله. مشاهدينا، دي كانت آخر حاجة في برنامجنا هذا الصباح، ولكن متابعتنا على شاشة قليل الأخبار مستمرة على مدار اليوم. رغم الأحداث الحزينة لكن لازم نتفائل بأن بكرة دايما أحسن. نشوفكم على خير دايما، إلى اللقاء.